والحديث أكثر عن هذه المباحثات ينضم إلي من صنعاء المحلل السياسي الأستاذ محمد المنافي. أهلا بك أستاذ محمد. معنا أستاذ محمد، بداية يعني هل بالفعل بدأت هذه المباحثات بين الأطراف للتوصل إلى حل بشأن الأزمة اليمنية؟ نعم، وفدا عماني وأيضا وفدا سعودية في صنعاء لبحث ارتباة اتفاق تمديد الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، التفاوض من أجل اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وسط حديث متوتر بين الطرفين. الصراع اتفقا على فتح حوار سياسي مباشر لإنهاء الحرب المستمرة منذ طبعا 8 أعوام. طبعا حسب مسؤولين حكوميين يمنيين فإن بنود الاتفاق تشمل فتح الرحلات إلى مطار صنعاء بشكل أكبر واستئناف الرحلات الجوية هناك في مطار صنعاء، أيضا تصدير النفط إلى الموانئ اليمنية وفتح الطرقات في تعز، أيضا إطلاق سراح الأسرى ونقل البضائع إلى ميناء عدن والحديدة بشكل مباشر. أما ما يخص التوقيت طبعا عن مصادر، طبعا وصلتنا من المحادثات سوف يتم الإعلان عن الاتفاقية الهدنة إذا تم التوصل عليها. طبعا وهذا السؤال، هل بالفعل إلى أين يعني هل بالفعل يمكن التوصل أستاذ محمد إلى أي ترتيبات بهذا الشأن؟ هل بالفعل يمكن القول أن هذه الوساطة العمانية ستنجح في هذه المرحلة؟ طبعا الحديث ما زال محصورا على الغرف المغلقة. الوفد السعودي وصل أمس مساء بعد أن وصل الوفد العماني إلى العاصمة صنعاء. لا نعلم ماذا يحمل جعبة هذا الوفد حتى هذه اللحظة، الجميع يترقب. هنا اليمنيون كما تشاهدون لربما يترقبون اليوم أنباء تسرهم لانتهاء هذه الحرب التي لربما عانوا منها خلال 8 سنوات. ما زال الحديث قاتما، ما زال كل شيء محصور في الغرف المغلقة. طبعا حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى أي جديد أو معلومات، لربما قد تخرج من رافق الوفد السعودي. هناك أنباء تتوارد بأن السفير السعودي لليمن محمد آل جابر وصل إلى العاصمة صنعاء حيث التقى بعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي. هذا ما يتم توارده حتى هذه اللحظة. قبل بدء هذه المباحثات أستاذ محمد، يعني هل هناك بالفعل نية حقيقية لدى جماعة أنصار الله الحوثي في ترتيب الأوراق وإنهاء هذا الصراع المستمر في هذه المرحلة؟ نعم، جماعة أنصار الله الحوثيين لربما خلال تصريحاتهم، هناك محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله صرح بأن جماعة أنصار الله تمدد للسلام حسب تعبيره. هناك أيضا وصول الوفد السعودي إلى العاصمة صنعاء هو لحسن النوايا، كما وصلتنا من أنباء بأنه لربما اليوم في الساعات القادمة سيلتقي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بالوفد السعودي. طبعا وصلتني الأنباء الآن قبل قليل. نعم، وصلت الفكرة. المحلل السياسي محمد المنافي حدثني من صنعاء، شكرا جزيلا لك.